السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الكرام. مملكة محمد فتحي، صلوا على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معلم لوشة، حركات بتاعته اللي بيعملها، ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش عارف بصراحة. الثبات على المبدأ والشغل اللي انت فيه دوت يا عم لوشة، انت ايه بالظبط؟ انا عايز افهم انت ايه بالظبط، فهمني. عشان بعد كل ده طلع اخو مين؟ شعرك دوشة، طلع اخو محمود الليسي، طلع اخو محمود الليسي اللي هو المطرب الشعبي اللي بيغني مهرجانات زي اللي غنى شيطان. انت صراحة مش لايق عليك الجو ده خالص. روح عليك يا النهارده، اعمل لك واحدة خطوة الكلام. الدولة ما فيهاش حكومة ولا ايه ده؟ انت اللي ماسك الدنيا كلها، السيستم اللي هو ماسك البلد كلها بصراحة. مرعب يا جدعان، واخدين بالكم؟ وربنا هو ده والله حسسني ان هو ماسك البلد كلها. حركات اللي هو يعني الحكومة مش عارفة تاخد حق الناس ديت اللي بيحصل. لا اكيد كل بني ادم حقه بيجيله اكيد. فانت يا لوشة مش عارف الحركات اللي انت بتعملها والقصص اللي انت بتعملها. انت بتمثل بطريقة غريبة، بتمثل فعلا بطريقة غريبة، اقسم بالله. الثبات على المبدأ والشغلة ديت، ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ خد بالك انت كبيرك يومين تلاتة وخلاص هتنتهي يا لوشة، ايامك منتهية. ماشي، بطل الحركات ديت والقصص ديت عشان مش لايقة فعلا، مش لايقة عليك نهائيا خالص، واخد بالك انت؟ الثبات على المبدأ والبونبوناية والكلام ده كله. مملكة محمد فتحي، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيبوا كل جديد. شوية حلوة خالص جابوا له يا أستاذ، حتى أبويا عدني من المدرسة وشغلني معاه أكتر، قال لي اشتغل بيه طالما أنت مش نافع في المدرسة، وأنا مش عارف أنا عامل إيه يا عم ملوش. ده آخر حاجة العيال دي أنت شفتها وعارفها؟ العيال دي ولاد محمود المنوف. لا معرفش، بس اللي معاه ديت صراحة، بس ما تقدرش أوصل له دلوقتي. حاجة غريبة بجد يا بسكندر، في حوار عندك في المنطقة. انا بشكر في دعمكم يا جماعة صراحة. العيال ولاد محمود المنوف، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو العيال دي مش جاية معاك في التقدير عرفها. موضوع لوشة، اتمنى ان انتوا معايا كومنت، هل حد بيحب لوشة اللي بيعمله وحركاته ديت ولا لا؟ صباح الفل يا اخواتي، يا ريت يمكن انا لوحدي بس مش عاجبني الموضوع دوت. لوشة اللي بيعمله انفراده ازاي الكلام ده يا اخويا؟ هو كده ويمشي كده، تمشي على اللي هو بيعمله حركات. ايه يا ابو اسكندر الكلام ده؟ ايه يا جدعان الحلقه اللي هو بعد اذنك يا معلم؟ بعد اذنك. هنا وهنا وهنا وهنا، واللي بيعلموها انا اسمي لوشة، من بلد اسمها السيده زينب، وجايه لكم فرضانه قدوه، وجاي متعشم في رجوله وجدعانه كبير وصغير. ايوه هنعمل ايه يعني؟ ما ينفعش يا لوشة ينفع كده يا جدعان كده؟ بتقول له مالي؟ راجع نفسك، راجع على ذمتي. انت شايف كده؟ ربنا يا عم لوشة ما تعملش مشاكل عشان دي مش منطقتك. عجبكم ولا لا؟ بالنسبه لوشة اتكلمت معاكم بالادب، هي تعجبكم ولا هتكلم معاكم شيء؟ هعمل لكم فيديو تاني وتالت من اجله. انا جبت لكم فرضاني اوكي، يا ريت
ومفيش بلد خليه لايك على راجل، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ومفيش راجل على بلد. ماشي، عشان انا مش عاجبني طريقة معاملته مع الناس. جايين في حل معايا امين، مش عاجبني، مش جايين في حل الحبل معاكوا على الجرار. ممكن يكون بيمثل فعلا، جايين في حل المكنة هاخدها وامشي امين. انا حابب ان انا اوصل رسالة للناس كلها، يا ريت اللي معايا في رأيي يكتب لي كومنت، واللي مش معايا يقول رأيه. انا احترم رأي كل بني ادم. يا فاروق بتسمع كلام امك وبتذاكر؟ مصر ايوه عملوش، وبره مصر اي شخص كلمة معلملوش معايا في القناة. انا بحترم كل الناس، يا ريت تشاركوني في رأيكم بالنسبة لوشة والرجالة اللي معاه، احتراما الناس اللي معايا في القناة. يا معلم لوش، انا عارف ان انت بتقعد جنب الناس، انا جبت ناس يحرسوا الارض، عملوا حق وخدوها. مملكه محمد فتحي، انت عارف حوارات الاراضي دي، شرف ليا ان انتم تعلموني اكتر واكتر اسلاميه يا رب دايما. بس وديني انا جزء اللي انا هقوله حاجه بسيطه جدا. احترام لكل الناس اللي معايا في القناه، يا ريت اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان انا بنجح بيكم مش اكتر. يا احلى مسا عليكم يا رجاله، احلى مسا عليك. لكن محمد فتحي، احلى مسا عليك يا شرف. انتوا كنتوا قاعدين غفره في الارض دي، انتوا السبب. الشعبيه بتوصل كل شهر، انتوا السبب على المبدا، وانتوا اللي هتقولوا رايكم ان انا اكمل ان الراجل ده هياخد فيديو تاني ولا لا. انتوا مفيش الكلام ده، احنا قاعدين في الارض دي ومعانا عقل. الارض كلها بتاعتنا، رجالته يستمروا على اللي هم فيه دوت، ولا يغيروا المحتوى اللي هم ماشيين على مبدأهم ده؟ انت هتستعبطوا ولا ايه؟ انا من رأيي انتوا مالكين على الارض، غيروا المبدأ دوت بصراحة، والعقد مضروب، الكاركتر اللي هو ماشي بيه دوت، والمحاكم حلني هتحلوا. بيعلم العيال الاطفال رايكم الشمال، اسمع القول عشان نخرج منها، نمشي في اليمين دايما كله. هو ممكن يكون في حركات حلوه كويسه بيعملها، بس بيجيب حق الناس والشغله ديت، بس ماشي هاخدها. مش كده الدنيا، مش كده الراجل ده. انتوا ايه رايكم صاحب الارض اللي هو بيعمله يا جماعه؟ ايه رايكم فعلا؟ هديكوا 48 ساعه، اتمنى ما جيتوش معايا في حل تشاركوني، هستعبط عليكم الراي دوت، عشان انا احترم كل بني ادم معايا في القناه مملكة محمد فتحي. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، تنسوش لايكاتكم. ماشي، احترمكم جدا جدا يا احلى جمهورية مملكة محمد فتحي. استاذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى جمهورية مملكة محمد فتحي، مع السلامة. شكرا منكم جميعا، مستني تعليقاتكم يا أحلى جمهورية.